الذكاء الاصطناعي على المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين هو اختلاف ولا اختفاء عفوا المؤسسات الإعلامية. هذا الإشكال ماهوش جديد. ما ظهرت الانترنت بدينا في الانتشار الاجتماعي لشبكة الانترنت كانت اول إشكال. اليوم كنا بمشاركة كل من إذاعة مستغانم ومديرية الثقافة لمعالجة إشكالية هامة في ما تعلق بالذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام. كانت لي مداخلة حول الفوائد التي يمكن أن يجنيها ممارسو الإعلام من الذكاء الاصطناعي وما هي المخاطر التي يحملها هذا الذكاء الاصطناعي على مستقبل مهنة الإعلام. شاركنا في هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف إذاعة مستغانم بالتنسيق مع مديرية الثقافة والموسوم بالذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام. قدمت مداخلة حقيقة التحديات وخصوصية التشريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوصلت إلى أنه حقيقة هذا لابد من مواكبة التطور، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي فرضت نفسها، وبالتالي لزاما علينا مواكبة هذا التحول وكذلك مسيرة الرقمنة. واحد من اللقاءات المهمة نركز في المداخلة أنه صح التكنولوجيات الحديثة يعني للإعلام والاتصال والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي أمر جوهري في مسألة ديمقراطية الاتصال وفي تكريس حرية أكبر، خاصة أن لقائيتي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، فأعتقد أن التكنولوجيات الحديثة كرست حرية أكبر يعني وانتقلت بالمضمون الإعلامي من الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال، وأعطت مفاهيم جديدة لمسألة التفاعلية، تفاعلية الجمهور مع المادة الإعلامية.